الخير، مرحب فيكم مشاهدينا ومستمعينا بحلقة اليوم من برنامج عهوى المحبة، ومنجدد معايدتنا لكم بعيد الميلاد المجيد، وكمان عم نستعد للاحتفال بعيد رأس السنة. نتمنى أكيد أن تكون أهم شيء صحتكم بألف خير، وتكونوا عم تعيشوا الفرح رغم كل الظروف الصعبة، وإن شاء الله منعيد بظروف أحسن على الجميع. حلقتنا اليوم تربوية وأيضا مواضيع مهمة جدا، بدعيكم أن تكونوا عم تتابعونا من هلا لحديث الساعة 11. بيسعدني رحب بفقرتنا الأولى بالسيد أمير حجازي، مدير مشروع برنامج ألف ليلة وليلة في جمعية التعليم من أجل لبنان. يا أهلا وسهلا فيك. مرحبا، وأنا بحب رحب فيك وبحب عيد بالجميع بهالأيام المجيدة، وإن شاء الله تكون مباركة على الجميع. أمين. يعني نحن اليوم موضوعنا فعلا موضوع حلو، هيك بيعطي نفحة أمل، مثل ما دايما منحب نكون عم نفرجي الجانب الإيجابي من المواضيع التربوية رغم كل الظروف الصعبة، وهو برنامج ألف ليلة وليلة يلي رح يبصر النور مع بداية العام الجديد. رح نكون عم نشوفه بمدارسنا، تحديدا المدارس الرسمية والمدارس شبه المجانية بلبنان، وهو نقلة نوعية إذا بدك بالتعليم بلبنان مواكبة للتطور. بداية خبرنا عن برنامج ألف ليلة وليلة. هلا، هو برنامج ألف ليلة وليلة مبني على القيم الحياتية، المهارات الحياتية والقيم الاجتماعية والتربية المدنية. هلا هو ممول من RDPP اللي هو الاتحاد الأوروبي الإقليمي للحماية والتنمية. هلا نحن قدرنا ناخذ هذا البرنامج ونطبقه مع شركائنا بقلب لبنان مثل ما حضرتك تفضلتي، عبر المدارس الرسمية وشبه المجانية. والهدف منه هالبرنامج نقدر نحن نرسخ القيم الاجتماعية عند الأطفال في المدارس لحتى نقدر نحقق المساواة ونقوي القيم الاجتماعية عند الأطفال. خلينا أول شيء ننطلق من التسمية، ليه عم بيحمل البرنامج اسم ألف ليلة وليلة؟ هو البرنامج ألف ليلة وليلة عشان مبني على قصص ألف ليلة وليلة اللي كنا بنعرفها اللي بتسردها شهرزاد. والجميل فيها هالقصص إنه كل قصة لها قيمة اجتماعية معينة، وقدرت شركة بيك باد بول كندية أنتجت هذه الرسوم المتحركة لحتى نقدر نحن نوصل هالقيم الاجتماعية لتلاميذنا بالمدارس بطريقة ترفيهية وتعليمية بنفس الوقت. نعم، خبرنا أكثر. يعني هو البرنامج عبارة عن شو؟ هو حلقات مصورة من رسوم متحركة عم توصل المواضيع التربوية لكل أطفالنا، خبرنا أكثر. أوكي، فهي عبارة عن منهج مؤلف من 36 وحدة تعليمية. بكل وحدة تعليمية بيكون في حلقة رسوم متحركة، وهو بيصير بقلب الصفوف كالتالي. بيجي الأستاذ بيعطي أول شيء نشاط ما قبل المشاهدة، بيرتكز على قيمة معينة. وبعدين بيتلاقي أنه بيتم مشاهدة حلقة رسوم متحركة لمدة حوالي 10 دقائق. وما بعد مشاهدة الحلقة بيتم أخذ نشاط معين من كتاب النشاطات، وهذا الهدف من النشاط أنه يتم مع الأهل والرفاق لحتى نقدر نحن نرسخ القيمة الاجتماعية عند الأطفال. خبرنا يعني كيف تم العمل لوصلنا على تحقيق مثل هالبرنامج بقلب مدارسنا رغم كل هالأوضاع، يعني التعلم عن بعد، ظروف إذا بدك جائحة كورونا، يعني مين اللي شارك بهالعمل وكيف عم بيتم الإعداد، خاصة حاليا عم بيصير في دورات تدريبية للأساتذة اللي بدهم يكونوا عم بيشاركوا بتنفيذ هالبرنامج بالمدارس؟ صحيح، نحن شركائنا بهالمشروع هن جمعية إنيشيت ونفس الوقت وزارة التربية والمدارس التركية في لبنان. ونحن قدرنا نحققه حاليا انه نحن جهزنا الارضيه للطاقم التعليمي بقلب لبنان عبر ورش عمل مكثفه لتدريب الاساتذه. البرنامج نفسه تم تجهيزه لحتى نطبقه ان كان في قلب الصفوف عن بعد او التعليم المدمج. فنحن اللي قمنا فيه اخر فتره حوالي اخر كم شهر قدرنا نجمع كل الاساتذه من حوالي 150 مدرسه عبر لبنان، وعملنا ورشه عمل عبر التطبيقات زوم، وكان التركيز بهالورشات العمل كيفية إعطاء المناهج نفسه إن كان مدمج عبر صفوف اللغات العربية الفرنسية الإنجليزية أو صفوف التربية المدنية. فالأساتذة نفسهم قدرنا نحن نعطيهم ورش عمل اللي هي ركزت على المغزى من كل حصة تدريبية وكيفية توصيل القيمة الاجتماعية للتلميذ بطريقة ترفيهية وتعليمية بنفس الوقت. وكمان نفس الوقت نحن اللي عم نعمله هلأ عم نحاول نقدر نركز على كيفية تطبيق البرنامج بطريقة مستدامة، يعني الهدف منه تطبيقه من صفوف الثالث للسادس ابتدائي التركيز عليهم. ونقدر نحن مثلا نقسم المواد الدراسية كلها على سنتين دراسيتين لحتى نقدر نضمن انه لما يترفع التلميذ من صف الى صف
يكون عم بكمل بهالمنهج الدراسي وعم بيستفيد من كامل القيم الاجتماعية اللي نحن قادرين نوصلهم. هي رح نشوف كمان هلا صور هيك ليكونوا اكثر المشاهدين بالاجواء اللي عم نحكي عنها، اذا بتحب حضرتك كمان تكون عم تعلق عليهم. يعني هون بلشنا كمان عم نشوف، اوكي هون مثلا ببين عنا تقسيمه الدروس، في عنا اللسن بلان اللي هي بالتالي بتشرح كيفيه كل درس، كيف تقسيم الدرس اللي له. يعني بنجي بنلاقي هون انه كل درس حيكون في ملخص عن القصه، المغزى من كل قصه، ما هي المهارة الحياتية اللي بدنا نوصلها أو القيم الاجتماعية. نعم. وكيف بتقسم الدرس مثل ما حكينا، إنه في عنا المناقشة ما قبل المشاهدة، وفي عنا حصة، في عنا مشاهدة الحلقة، حلقة الرسوم المتحركة، وبتليها اللي هي مثل ما شايفين هون بالصورة على اليمين، في عنا مثل نشاط بنعمله كتطبيق صغير ما بعد المشاهدة. يعني قد ايه اكتسب الطالب من بعد ما شاهد هالحلقة؟ صحيح. يعني حتى بنلاحظ توقيت الحلقه يلي هو 10 دقائق، يعني كرمال يمكن ما يكون ممل ليوصل المساج لكل طالب، خاصه بالاعمار الصغيره يكونوا عم يقدروا يحضروه كله، يكونوا بنفس الوقت عم يتسلوا وعم يوصل لهم المساج الاساسي من كل موضوع. وهون يمكن لما نفوت اكثر بتفاصيل، وهلا رح بيشوفوا المشاهدين بالصور التاليه، يعني رح بيكون في اسئله ممكن كنا نسالها على النص، اجوبه نص كانت قبل يطرح الموضوع بشكل نص واسئله عليه. اليوم عم نشوف هالأسئلة عم بتكون حول الفيديو يلي حضروه، وقد ايه هون بيسهل اكثر على الطالب الاكتساب 100%. وهو بالاضافه للرسوم المتحركه حيكون مع كل طالب قصه مصوره وكتاب النشاطات. ومثل ما حضرتك قلتي انه احنا الفكره منا ندمجه بالمنهج التعليمي الموجود عندنا في لبنان. ففرضا مثلا بصفوف اللغه العربيه نقدر نحن نعمله، نجي ناخذ مثلا من القصه المصوره نص معين، بتيجي هون معلمه اللغه العربيه بتركز على القواعد، فرضا بتركز على النص نفسه، بتقدر هي غير النشاطات اللي احنا حاطينها بكتاب النشاطات تقدر تعطي اسئله متمحوره حول هذا النص وحول هذه الحلقه. ونفس الوقت ان كان عبر اللغات الفرنسيه او الانجليزيه، ونفس الوقت كمان بالتربيه المدنيه حنقدر نحن نوصل هالقيمه عبر هذا التعليم. يعني كمان قد ايه اليوم عم بيواكب جيلنا التطور التكنولوجي عبر الدراسة؟ يعني هون هذا الشيء اللي كتير إيجابي من ناحية التعلم عن بعد يلي يمكن فرض حاله علينا، ولكن احنا عم نحول هالمقاس إذا بدك والأزمات كلها لنكون عم نبني على أساسها إذا بدك منهج جديد كان لطالما عليه نقد. يعني وصلنا للفترة الأخيرة طور عنا كتير العالم بلبنان ومستوى المدارس، إنما بقى في فئة كبيرة عم تنتقد المنهج إذا بدك القديم يلي يجب تطويره. وإذ نحن اليوم عم نلاحظ حالنا عم نطور هالمنهج وعم نلاقي ضمن الأزمة عم نوصل لكل بيت ولكل طفل، ونكون يمكن عم نفتح طريق جديد للسنوات التالية عبر منهج جديد. هيدا جدا جدا مهم خصيصا بزمننا هيدا، ومثل ما حضرتك قلتي هيدا مثل مرحلة انتقالية وتطويرية فينا نقول التعليم بقلب لبنان اللي هو يرتكز الآن صار على التكنولوجيا. بنفس الوقت بس بنلاحظ نحن عم بيكون في نقص بقلب المدارس الرسميه وشبه المجانيه. صحيح. هون بيجي دورنا كجمعيات، وخصوصا نحن كجمعيه تعليم من اجل لبنان، لحتى ندعم قد ما فينا ونقدر نطور ان كان المعدات او الطاقم التعليمي بقلب المدارس. وهون بنجي بنقدر نعمل لهم ورشات تدريبيه، نقدر نامن لهم اي مساعده كانت، ان كان عبر الادوات اللازمه من اللابتوبات وغيره. وهنا التركيز اكثر شيء عم بكون انه كيف نحن نقدر نخلي الاهل كمان يشاركوا مع التلاميذ نفسهم بهيدي المرحله الانتقاليه. عشان نفس الوقت نحن عم نحكي الطلاب الاصغر بالعمر بدهم مساعده اهلهم 100%، بدهم مساعده من اهلهم لحتى يقدروا يفوتوا على التطبيقات نفسها ليقدروا يستعينوا. وبنقدر كمان نفس الوقت نلاحظ انه حتى وزاره التربيه اخذت دور معين بهيدا الموضوع من ناحيه تطوير ان كان المدارس الرسميه وتجهيزهم. عشان لاحظنا اخر فتره احنا عبر شغلنا مع المدارس الرسميه انه صار في تطويرات معينه ان كان في البنى التحتيه كالانترنت وغيره او بالطاقم التعليمي نفسه، ونحن قدرنا هون كمان نساهم بهالموضوع قد ما كانت مساهمتنا بسيطه. وهون طبعا الدعوه لكل من قادر من الجمعيات وغيره كمان ياخذوا خطوه لقدام لحتى نقدر نحاول نوصل عن جد التعليم الرسمي لحتى يتطور ويقدر يتكيف مع هالتكنولوجيا الجديده.
يعني هون أول شيء اللفت كتير مميزة ومهمة إن عم بطال التعليم الرسمي والمدارس شبه المجانية، لأنه يمكن المدارس الأخرى عندها القدرات أو حتى الأهل عندهم القدرات إنه يكونوا عم بيأمنوا اللابتوبات والآيبادات وحتى الإنترنت لأطفالهم، إنما المدارس الرسمية فعلا عم تعاني صعوبات كتيرة، وخاصة هلأ بالتعلم عن بعد في مدارس. ونحن بعد مستضفنا ببرنامجنا عدد كبير، يعني وجدنا إنه في عدد كبير من المدارس الرسمية ما عم تقدر تتابع التعلم عن بعد وعم بيكون عبر الواتساب. فأدي هذا الشيء كمان تاخذ بعين الاعتبار بهالعمل تنوصل لهالمدارس اللي فعلا عم بتعاني وهي بحاجة المدارس الرسمية. صحيح، في مدارس كتير رسمية ما عم بيكون عندها التطبيقات الكافية أو الإمكانات لحتى تطبق غير على الواتساب فرضا. نعم. فمثلا في أحد المدارس اللي عم بيستعملوا الواتساب اللي يقدروا يعلموا عن بعد، نحن عم ننصح كالتالي، عم ننصح يكون في تسجيل مثلا، إن كان عبر التسجيل الصوتي عبر الواتساب أو تسجيل الفيديو. ففرضا بتقدر تتسجل الحصه الدراسيه وبنقدر نبعثها نحن للتلاميذ عبر الواتساب. بالضبط، عبر الواتساب، وبنفس الوقت بيصير في مثل مراجعه او فيدباك ناخده من التلاميذ ومن الاساتذه نفسهم لحتى نشوف كيف فينا هيدي كمان نطورها. نعم. وحنحاول نحن بنفس الوقت ان كان مثلا الفصل الجاي بالسنه الدراسيه نقدر نحاول نساعد هالمدارس لحتى تتطور تستعمل تطبيقات متطوره اكثر مثل زوم وغيره. نعم. كمان يعني كنت تفضلت وقلت لي يعني بعد أسابيع قليلة أو أسبوعين يمكن تقريبا رح بيصير البرنامج ب 150 مدرسة بلبنان، وتم تحضير الأساتذة وتم تحضير أيضا الطلاب. فكيف تتأملوا يعني رح بتكون إذا بدك هالانطلاقة من الأهل، كيف رح يتم التقبل التجاوب من الطلاب؟ يعني إحنا بدنا نشوف كالتالي اللي بده يصير، يعني ابتداء من اول ما نقدر نبلش تطبيق هيدي الصفوف نحن بنتمنى انه اول شيء يكون في تعاون مستمر مع الاهل والتعاون مع الطاقم التعليمي بقلب المدارس لحتى نقدر نوصل على تطبيق ال 36 درس الحصه الدراسيه ككامل. نعم. والهدف منا طبعا نحن انه هالقيم الاجتماعيه تترسخ عند التلاميذ ونقدر نحن عبر الاثر نتابع ونشوف كيف تطور التلميذ، كيف القيم تطورت عنده، هل عن جد قدر يستوعب هالمعلومات نفسها وكيف قادر يطبقها ان كان عبر تعاونه او مع رفاقه بالمدرسه او حتى بالمجتمع. وكمان بدي اوضح نقطه انه هو التركيز بهذا البرنامج مش بس على التلاميذ اللبنانيين، نحن بنفس الوقت عم نركز على اللاجئين، عشان في شيء ثاني من البرنامج اللي هو بركز عبر 75 مجتمع مركز اجتماعي بقلب لبنان للاجئين السوريين وغيرهم، عشان نحن بالنهايه اللي نحن بدنا نوصل له نحاول انه نقدر نشجع او نخلي التقبل والمساواه بين الاخر ان كان عبر اللبنانيين والمستضيفين عنا بلبنان. اكيد. كمان هون بحب الفت الى انه برنامج الف ليله وليله للمهارات الحياتيه نفذ واستعمل من قبل وزارات التربيه في الاردن، الفلبين، تونس، هولندا وامريكا، يعني في هالبرنامج طبق ببلدان اخرى وحصل ايضا على جوائز يعني ايضا، واليونيسف هو بهدف نشر السلام بالمدارس وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي مثل ما تفضلت قلت للنازحين. وايضا نال البرنامج جائزه من مؤتمر القمه العالمي للابتكار في التعليم يلي هو كمان بيدل على نجاح هالبرنامج وبيعطي امل انه تنفذ ووصل المساج، ونحن اليوم قادرين بلبنان انه نكون عم نواكب هالبلدان بالتعلم، مش ضل دائما نكون عم يمكن فعلا قادرين نحن نكون عم نواكب، وطلابنا رغم كل الصعوبات قادرين يكونوا عم بيستمروا وعم بيوصلون الاساس من المنهج الجديد اذا بدك في التعليم. صحيح، وهيدي اهميته لما نشوف نحن هذا البرنامج قدر يتطبق بعدد من البلاد، وعم نحكي 15 دولة وأكثر، وخصيصا عبر اليونيسف، وأهميته كانت التركيز على التربية المدنية والسلام. نعم. ونحن قدرنا بسنة 2017-18 نعمل مثل جولة تحضيرية لهالبرنامج نفسه في قلب لبنان، وتضمنت حوالي 7500 طالب، وكانت لفترة قصيرة بالصيفية. نحن شفنا عبر هيدا البرنامج التحضيري عن جد قد ايه اهميته، ولمسنا التطور عند الاطفال، ولما نشوف انه هيدا المكون او هالفكره التعليميه اللي عم نقدر نوصلها بكذا بلد، يعني صرنا نحن هون عم نشتغل على قيم عالميه، نقدر نوحد هالافكار ونبني عن جد جيل جديد يكون في عنده المساواه وتترسخ عنده القيم الاجتماعيه، بامل انه يكون في عنا مستقبل احسن. يعني اكيد هذا الشيء اللي كلنا بنتامل فيه. خلينا كمان نفوت شوي اذا بدك بضمن تفاصيله
للبرنامج بالمواد يلي رح بتصير. يعني شفنا مواد التربية يلي هي إذا بدك قيم حياتية، ولكن بالمواد الأخرى كالعلوم كيف بده يكون عم بيوصل هالمساج؟ لأنه يمكن هون منحس أنه يمكن أبعد شوي من صور متحركة أو مساج نص. صحيح. هلأ بالنسبة للعلوم مثلا، نحن هون اللي عم ننصح فيه ينعطى البرنامج كإضافة. يعني فرضا بيقدر الأستاذ شو يعمل؟ بيقدر الأستاذ هون يركز على قيم معينة ويوصلها بفكرة ترفيهية كمان للتلاميذ. يعني فرضا مثلا بصفوف العلوم بيقدر يركز مثلا على التطور أو على شيء معين تاني. هون بيقدر هو يراجع اللسن بلان أو البرنامج ككل وبنقي القيمة المحددة اللي ممكن يدمجها بهالصف اللي له. وهون بيقدر هو يحضرها الحلقة بنفس الوقت يركز على المعلومة اللي بده يوصلها. وبنفس الوقت كمان يعني إن كان عبر صفوف اللغات مثل ما حكينا قبل العربية الإنجليزية والفرنسية، هون بنقدر نتجه صوب القواعد، صوب خط مثلا تدريب الخط وغيره، لحتى نقدر نوصل هالمعلومات كلها وهالقيم بطريقة مختلفة. كمان هون عم بيتم العمل على زيادة عدد خطط التدريس إلى 50 وحدة تعليمية ومن ثم إلى 70 وحدة إضافية يمكن استخدامهم لمدة عامين دراسيين. يعني إحنا عم نحكي هون على تطوير أكثر وعلى سنتين من العمل بهذا المجال. صح. يعني هي بالنهاية الخطة إنه نحن نقدر نأمن برنامج مدمج ومستدام. حنبلش صح مع 150 مدرسة، بس هدفنا بالنهاية نحن نوصل لكل المدارس بلبنان. نعم. عشان هذا البرنامج مثل ما شفنا أنه قدي أهمية تطبيقه وقدي الاستفادة منه حتكون بالنسبة للتلاميذ، فعشان هيك نحن بدنا نحاول نطوره. فمثل ما قلتي أنه حنحاول نرفعه أول شيء على 50 حصة دراسية وبالتالي أكتر وأكتر لحتى نقدر نطبقه على حوالي سنتين دراسيتين، وبالتالي يصير مستدام ومطبق عبر المدارس كلها بلبنان للفترات القادمة. كمان الأساتذة يعني يلي يمكن عم بيتابعوا اليوم ورش العمل، هل هن الأساتذة الموجودين بالمدارس يعني متواجدين بالمدارس الرسمية حاليا يلي هن عم بيعلموا اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، أو عم بيتم استقطاب أساتذة جدد يواكبوا هذا البرنامج ويرجعوا ينخرطوا بالمدارس فقط لبرنامج ألف ليلة وليلة لمتابعة هيدا المرحلة؟ نحن بالمبدأ التركيز عم بيكون على الطاقم التعليمي والأساتذة نفسهم الموجودين إن كان بالمدارس الرسمية والشبه مجانية. الطاقم التدريبي عم بيكون من عنا من جمعية التعليم لأجل لبنان. نحن عملنا لهم طبعا أول شيء للطاقم اللي قلنا ورشات عمل تدريبية ومكثفة قبل ما انطلقنا بالورش العمل التدريبية للأساتذة، ولقدرنا نوصل له. نحن قدرنا نجمع هالأساتذة كلها من كل المدارس، وكان التركيز مثلا تقسيمتها إن كان عربية الفرنسية أو الإنجليزية والتربية. واللي صار كالتالي، أخذنا هالأساتذة كلهم وعطيناهم تعريف عن البرنامج وأهمية تطبيقه وكيفية تطبيقه بقلب الصفوف، وصار في تفاعل جدا جدا مهم مع هالأساتذة. عشان نحن عندنا كمان تفاوت بين الأساتذة، في عندك الأساتذة الجداد شابة والأساتذة لوقت صحيح. اللي صار لهم فترة بالتعليم ومنهم معودين حتى على التكنولوجيا نفسها. صحيح. بس اللي قدرنا نلمسه نحن انه قديه كان التعاون جدا مهم بين هالجيلين، اللي صار انه قدروا يساهموا ويساعدوا بعض. ان كان الاجيال الاكثر متطورة او الاساتذة اللي صار لهم اكثر بالتعليم قدروا يعطوا الانسايت او النظرة اللي لهم كيفية هيدا البرنامج عن جد ممكن يستفيد منه، وشو في مثل تكنيك جديد ممكن نستعمله لحتى ندمجه. ونفس الوقت الأساتذة الأصغر بالعمر اللي قدروا يساهموا بنظرتهم في التكنولوجيا وكيفية استخدامها بقلب الصفوف. صحيح. يعني نحن بحاجة إذا بدك للفئتين، خبرة القدامى وبنفس الوقت إذا بدك الجيل الشاب يلي هو متأقلم أكثر مع التكنولوجيا وكيفية تطبيقها بالمدارس. يعني هون نحن دائما مركز على هذه الفئة، يعني ما بدنا أنه الجيل الشاب يلي عم بيتخرج من الأساتذة يكون عم بيقعد بالبيت، وبنفس الوقت ما بدنا أنه القدامى يستغنى عنهم لأنه مش عم بيقدروا يواكبوا التكنولوجيا، لأنه كمان خبرتهم أيضا مهمة. قد ما فينا نجمع بين هالفئتين ونقدر نحافظ على اثنين لأنه هن بيكملوا بعضهم بمدارسنا لنقدر نكون عم نستمر، لأنه كمان التكنولوجيا هي بدها الفكر إذا بدك الغني جدا لنقدر نختصر المواضيع ونقدر نعرف شو بدنا نوصل ونقدر نعرف كيف بدنا نوصل لكل طالب، وبنفس الوقت بالطريقة الجديدة المبتكرة والمواكبة. بتحب تضيف شيء قبل ما نختم مع حضرتك؟ بحب أنا الصراحة وجه شكر عن جد لكل شركائنا بالبرنامج. نعم. من جمعية إنيشيت لوزارة التربية للأمان العام للمدارس الكاثوليكية ولشركة بيك باد بو.
وإن شاء الله هالمشروع يكون تطبيقه ناجح بقلب لبنان ويكون مشروع مستدام، وإن شاء الله تكون أيام والسنة جديدة خير علينا كلنا جميعا، وبحب أتمنى للجميع يعني صحة والخير. أمين أكيد، نحن نضم صوتنا لصوتك، بنتأمل خير ببرنامج ألف ليلة وليلة، وإن شاء الله دائما التعليم بلبنان إلى استمرارية وتقدم، وإن شاء الله بنكون عم نقدر نوصل لكل المدارس مش بس فقط 150 مدرسة. أنا بدي أشكرك على حضورك السيد أمير حجازي، مدير مشروع برنامج ألف ليلة وليلة في جمعية التعليم من أجل لبنان. يا أهلا وسهلا فيك. مرسي لك. شكرا مشاهدينا ومستمعينا، رح نتوقف مع فاصل ومنتابع، خليكم معنا.